الحقبة ما قبل قبل 2003 كان أتذكر أني كمهندس كهرباء راتبي كان 125 دينار. البيوت تقريبا 60 بيت بس سيارتين موجودة، وأني جيت 3 سيارات أكو بالشارع مالتنا. كان من الصعوبة تشتري سيارة، بالكاد تقدر تعيش يعني، نظر لظروف الحرب وظروف الحصار بالتسعينات، بحيث أكثرية الناس قامت تبيع مقتنياتها. السيارة فد شيء ترف يعني، يعتبر فقط التجار وجزء بسيط من الأطباء، لأن الأطباء هم ذاك الكشفية بخمس دنانير كانت. أنا عندي سيارة، أبوي هم عنده سيارة، أصدقائي كل واحد بيته ثلاث سيارات وأربعة. أصدقائي شراهم نفس الحالة، إنه يحبون يغيرون السيارات ويحبون يغيرون إنه من الموديل القديم إلى أحدث. طبعاً أنا بعد شهرين احتمال أبدل سيارتي. مثلاً سأل كسيارة عندي مثلاً شفرليت 20، أحب يعني مثلاً مستقبلاً إنه أجيب مثلاً 21 أو 22. بعد إحنا كشاب وهاي نحب السيارات سبورت، تختلف السيارة عن السيارة العادية.